طبعا هيئة الرقابة المالية بحكم كونها معنية بكل القطاعات المالية غير المصرفية، بننظر باهتمام شديد جدا لقطاع التأمين، لأنه قطاع النهاردة في مصر مساهمته في الناتج القومي الإجمالي أقل من 1%. الدول اللي بنقارن نفسنا بيها في منطقة المتوسط، تونس، لبنان، تركيا، أعلى كتير. فالرسالة إنه هذا القطاع سينمو. بنساعد ده بأكتر من طريقة، منها إنه قانونه عمره أكتر من 30 سنة، بنراجع القانون، سنضع فيه باب خاص للتأمين التكافلي اللي فيه إقبال من شريحة من المتعاملين عليه اللي هو وفق الشريعة الإسلامية. كذلك سنضيف له ما يسمح بالتأمين متناهي الصغر للإنسان البسيط أو ربة العمل البسيطة، وده كله بيصب في قطاع التأمين. المبادرة الأخرى اللي بنشجعها وندعمها ما قام به اتحاد شركات التأمين بدراسة تأسيس أول شركة وطنية لإعادة التأمين. كان في واحدة في مصر في الخمسينات تم دمجها في إحدى الشركات الكبرى منذ نحو 10 سنوات، والآن هناك توجه من القطاع الخاص والعام المصري في التأمين لإنشاء شركة وطنية في إعادة التأمين. غير كده احنا ساعدنا برضو في هذا المجال، اتحنا لاول مرة لشركات التأمين انها تسند ادارة محافظ استثماراتها المخصصة لشركات ادارة صناديق ومحافظ لتدار بصورة اكثر احترافية. المقصود بالاموال المخصصة هي الاموال المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكان في وقت سابق في تحرج من اسناد لجهة اخرى خوفا عليها، ونحن نرى أن الشركات الأوراق المالية مرخص لها وهي تدير استثمارات بالمليارات، وبالتالي من أراد من شركات التأمين أنه يتعاقد له أن يتعاقد. وضعنا بعض الشروط، منها حجم الشركة وسابقة أعمالها وخبرتها وتوزيع المخاطر، ونعتقد أنه هذه إضافة لشركات التأمين كي تحسن من عوائد الاستثمار. حضرتك أيضا ذكرت موضوع التمويل العقاري المورجج وأنه حجمه 1 بليون دولار، وده أعتقد زي ما حضرتك ذكرت رقم يعتبر يعني بسيط جدا بالنسبة للبلد بحجم مصر. وأيضا حضرتك ذكرت أيضا بالنسبة للتأجير التمويل التأجيري أنه 50% من التمويل التأجيري يذهب إلى التمويل العقاري. عند النظر في مصر على التمويل العقاري ما نقدرش ناخد بس شركات تمويل عقاري. شركات تمويل العقاري محفظتها 2.5 مليار جنيه، يعني نحو 400 مليون دولار. إنما واقع الأمر القطاع المصرفي يلعب أيضا دور. القطاع المصرفي محفظته حوالي 2.5 مليار آخرين، يعني كده بقينا 800 مليون دولار. وشركات التأجير التمويلي الليسنج نصف أعمالها، حجم أعمالها العام الماضي 3 مليار جنيه، نصفها موجه لتمويل مشروع يعني بناء عقارات لشركات ومصانع، وبالتالي يمكن وضعها تحت عنوان التمويل العقاري. وبالتالي لو جمعنا الأرقام يعني هتكون في حدود مليار دولار. مصر دولة فيها نحو 90 مليون مواطن، وبالتالي يعني لا يتوقع أن مليار دولار ده مدينة متوسطة الحجم. فنعمل حاليا على انتهينا من إعداد تعديلات على قانون التمويل العقاري بما يتيح استفادة نسبة أكبر من السكان. زائد هناك ما يعرف بصندوق دعم التمويل العقاري، وهو يدعم سعر العائد أو الفائدة لمحدود الدخل بما يمكنهم أو يشجعهم من شراء وحدات صغيرة، وبالتالي له دور اجتماعي زائد دور اقتصادي بتنمية التمويل العقاري. ايضا القرار الاخير اللي سمح بالبروكرز السماسره بانهم يتعاملوا مع الاسهم الاجنبيه لعملاء اجانب ليس لعملاء مصريين، وعلى اساس يكون التمويل ايضا من خارج مصر. هذا الحظر على الشركات تقريبا منذ عامين تقريبا، هل كان له فعلا له تاثير؟ يعني هل هو فعلا منع من خروج الاموال خارج مصر؟ وهل الى متى يعني الى متى يتم هذا الحظر؟ يعني دعينا نقول نتفهم سبب وجود هذا الحظر في مرحله كانت مصر تمر بها بتحولات سياسية واقتصادية قوية، وبالتالي كان من باب الحرص على عدم خروج عملة صعبة نحن في أمس الحاجة لها أنه تم هذا الحظر. فكان المقصود به أو علته منع خروج الأموال. كان هناك أثر سلبي على نشاط آخر لم ينتبه له متخذ القرار وقتها، أنه كبريات شركات الأوراق المالية المصرية تعمل إقليميا كمنصات لتنفيذ تعاملات البيع والشراء للصناديق والمؤسسات الأجنبية، بمعنى تجمع لديها طلبات شراء أو بيع لأسهم مصرية وبحرينية وسعودية وإماراتية وما إلى ذلك.
وجود هذا الحظر منحها عن لعب هذا الدور، فرأينا تصويب الوضع بإعادة السماح لها به، لأنها طبعا لها دور ريادي من حيث عدد العاملين لديها أو قدرة البحوث أو حتى تاريخ تأسيسها منذ سنوات طويلة. وهل عندما لم يكن هذا الحظر موجود، هل كان بالفعل في أموال كثير بتخرج خارج مصر من أجل الاستثمار في أسهم في الخارج؟ لا أتوقع كانت في حدود ضيقة جدا، إنما في أحيان معينة بتستبقي حدوث الشيء، إنه وارد إنه بسبب قلق أو غيره قد تميل أموال الخروج أو أيا كان، فكانت الأولوية لحفظ الاحتياطي النقدي، لأنه هناك أولويات طبعا للصرف لأي دولة، الطعام والطاقة وما إلى ذلك وقطع الغيار، فكان لابد من توخي الحذر، فأحترم جدا القرار، بس احنا عدلنا فيه الجزء الذي لا يمس خروج أموال من مصر.